أعرب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا مظلوم عبدي عن ترحيبه بالحوار مع دمشق وبأن تكون قسد جزءا من جيش سوريا المستقبلي مع مراعاة خصوصيتها، في حين رهن التفاوض مع تركيا بإنهاء احتلالها للأراضي السورية. في تصريحات له حول العلاقة مع الحكومة السورية، أعرب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي عن أمله في انضمام قسد إلى قوات الحكومة السورية في المستقبل، مؤكدا أن قسد هي بالأساس قوات سورية وجزء من منظومة الدفاع عن الأراضي السورية. وأكد عبدي أيضا في تصريحات للتلفزيون الشرق أن قسد لديها علاقات مع الحكومة السورية وتسعى إلى تطويرها، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن الحكومة السورية ليست مستعدة الآن للحل الذي يجب أن يكون وفق مصلحة الشعب السوري وشعوب شمال وشرق سوريا. وتابع عبدي أن أي نقاش بشأن الحل السوري يجب أن يأخذ قسد التي يفوق عدد مقاتليها 100,000 مقاتل بعين الاعتبار، مشيرا إلى الدور الذي لا تزال تلعبه قوات سوريا الديمقراطية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي. وعن خطوات تطبيع العلاقات بين الدول العربية ودمشق، أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية أنه لا يعارض عودة علاقات دمشق مع الدول الأخرى، وأنه يدعم الحل السياسي في سوريا بشرط ألا يكون ذلك على حساب الشعب السوري. وفي رده على سؤال بشأن العلاقات مع تركيا، عارض عبدي أي اتفاقات تطلق يد أنقرة في سوريا وتهدر دماء قوات سوريا الديمقراطية، لكنه أعرب عن استعداده للتفاوض مع تركيا بشرط أن تنهي احتلالها للأراضي السورية وتوقف عمليات التغيير الديموغرافي والهجمات المتكررة على مناطق شمال وشرق سوريا. وحول هذا الموضوع من بوخوم مرحب بنواف خليل رئيس المركز الكردي للدراسات. أهلا بك سيد نواف في برنامج حديث اليوم. وعلى شاشتها ليست المرة الأولى التي تصرح بها قيادة قسد بأنه هي تتمنى أن تكون جزءا من جيش سوريا المستقبلي. اليوم أبعاد هذا التصريح من جديد، وما هي العوامل التي قد تساعد فعلا بتنفيذ هذه الرغبة؟ مساء الخير لك ومشاهدي قناة اليوم أينما كانوا. أعتقد هذه ليست أمنية بل هي رؤية قوات سوريا الديمقراطية بعدما آلت إليه الأوضاع في سوريا من ثورة أرادت تغيير النظام الاستبدادي في سوريا إلى أطراف تسمي نفسها بالمعارضة، وهي باتت يعني على بعد مسافات من النظام الاستبدادي في سلوكها وما تمارسه. يعني بات الناس في بعض المناطق يتمنون عودة النظام بكل استبدادي وفسادي، ولا زال النظام على تلك العقلية رغم كل ما جرى في سوريا. لكن نحن نشاهد الآن هرولة تركيا باتجاه النظام والطلب منه المشاركة في تدمير الإدارة الذاتية التي قدمت تضحيات هائلة ويعني وبطولات أسطورية في مواجهة أعتى تنظيم عرفته البشرية وأقصد داعش. الدول العربية يعني من بادر بشكل سريع لإقامة العلاقات لفتح السفارات، والآن أحد الدول الكبيرة والمؤثرة التي كانت تعترض أي المملكة العربية السعودية استقبلت وزير الخارجية السوري، وهي الآن أيضا تسعى بدورها لإعادة تفعيل أو إعادة تطبيع العلاقة كما يقولون مع النظام، خاصة بعد توقيع الاتفاق الإيراني السعودي برعاية صينية. وعليه قوات سوريا الديمقراطية تتعاطى مع الوقائع كما هي لا كما نتمنى. يعني إذا كان حسب الأمنيات بالتأكيد الجميع يرغب في أن يكون هناك يعني تغيير شامل لبنية نظام الحكم، وأن يكون هناك نظام ديمقراطي يتمتع فيه السوريين على كامل الجغرافيا السورية بنفس الحقوق والواجبات وغير ذلك. لكن حتى الآن يعني لا يبدو في الأفق شيء واضح فيما يتعلق برد النظام أو استعداد النظام للتعاطي مع قوات سوريا الديمقراطية أو الإدارة الذاتية الديمقراطية. لكن لماذا هذه الرسالة؟ باعتقادي من متابعتي من معرفتي لطريقة تعاطي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، تعاطيه في القضايا الكبيرة
مجمل القضايا. هذه رسائل واضحة للسوريين جميعا، لمن تبقى من الحاضنة الاجتماعية للنظام أو لنقل الموالين للنظام، وأيضا للدول العربية ودول المحيط في ظل يعني الآلة الدعائية التي تكيل شتى التهم للإدارة الذاتية من الانفصال وغيرها من التهم. يعني نتاج كل ما يجري على الساحة العالمية والأقليمية وتأثيره وتداعياته على الحالة السورية كان هذا الخطاب الذي كرر في القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، يعني رغبة هذه القوات بالحوار. ومن الطبيعي إذا جرت تسوية تم إيجاد حل مستدام للحالة السورية أن تكون هذه المنطقة لها وضعيتها الخاصة، وهذه القوات قوات سوريا الديمقراطية نعم جزء من الجيش السوري المستقبلي كي لا يساء الفهم، ومع أيضا مع خصوصية لهذه القوات التي يعني هي الأقرب لنبض الكرد والعرب والسوريان والأشوريين لأنهم أبناء هذه المنطقة. طيب سيد نواف، جيش سوريا المستقبلي كيف من الممكن توصيفه؟ كيف من الممكن فهم هذه المنظومة؟ يعني السيد مظلوم عبدي قال في السابق نحن مستعدون أن نكون جزءا من جيش سوريا المستقبلي، في تصريح جديد له أيضا أعلن عن رغبته بأن تكون قسد جزء من جيش سوريا المستقبلي، وأن قسد هي منظومة أصلا دفاع سوريا. ما هو جيش سوريا المستقبلي خاصة اليوم بأنه يعني هناك مسائل فعلا أمنية، مسائل عسكرية معقدة اليوم بسوريا؟ العالم يدين لقوات سوريا الديمقراطية بحالة الأمن التي تعيشها الحواضر الغربية، مثلا الدواعش وصلوا إلى قلب العاصمة البريطانية والفرنسية والبلجيكية والألمانية، العملية التي طالت باريس خطط لها في مدينة منبج وغيرها من العمليات كان يتم تخطيطها في المناطق التي احتلتها داعش، العالم بأسره يتحدث عن ذلك. لولا قوة وقدرة وجسارة وانضباط قوات سوريا الديمقراطية في البداية وحدات حماية الشعب والمرأة وبعد ذلك قوات سوريا الديمقراطية، لا أحد يعلم إلى أين كان يمكن أن يصل الدواعش الذين سيطروا في فترة معينة على مساحة جغرافية أكثر من مساحة بريطانيا. يعني هذه المسألة مهمة جدا بالتأكيد. حينما يطرح القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية هذه الرؤية هي تتناول شكل سوريا المستقبلي، يعني لا يمكن إيجاد حل وتسوية مستدامة في ظل يعني عقلية النظام الراهنة، العقلية التي لا تزال تحلم أن تعود إلى ما قبل 2011 ويعود الجيش جيش النظام، وجيش النظام جيش الأسد. يعني إذا كانت سوريا بأسرها كانت يقال لها سوريا الأسد، فبالتأكيد الجيش سيكون جيش الأسد وهي ليست مملكة من الناحية الرسمية. يعني التغيير الذي يجب أن يحدث حتى تكون سوريا مختلفة عما سبق، وبالتالي يمكن أن تكون يعني شكل النظام السياسي إذا تغير سيكون بالتأكيد هناك شكل جديد للجيش وشكل جديد للأجهزة الأمنية التي يجب أن تكون في خدمة المواطن وليس لإرعاب المواطن. هذه رؤية مستقبلية لسوريا. النظام طبعا يحاول أن يستفيد من المتغيرات على الساحة الدولية والأقليمية، وبالتأكيد أيضا سيحاول التأجيل والتسويف وإظهار نفسه على أنه حقق النجاح كما يقول المناظرين، لو حقق النجاح وخرج من المؤامرة أو الحرب الكونية عليه، رغم أن المناطق التي تحت سيطرة النظام يعني لم يعد الناس أو الكثير من الناس يعني لا يستطيعون تأمين الحد الأدنى المعيشي، بل بعض المناطق يعانون من يعني ما يمكن أن نطلق عليه يعني الجوع يعني أو سوء التغذية في الكثير من المناطق. لكن النظام كما قلت يقول ها هي تركيا تهرول باتجاهنا ودول الخليج عادت، بدون أن يتحدثوا عن الخراب والدمار الذي تسبب فيه النظام وتوأمه على الجهة الأخرى ممن كانوا قسم منهم جزء من النظام وباتوا يطلقون على أنفسهم بالمعارضة. سوريا المستقبل
التي تساهم فيها الأطراف السورية وأيضا القوى المؤثرة سواء الولايات المتحدة والدول الأوروبية كذلك دول المنطقة، إذا وضعت خريطة طريق لسوريا المستقبل كما قلت بشكل نظام جديد بإدارة جديدة بعقلية جديدة، آنذاك يمكن لقوات سوريا الديمقراطية أن تكون جزء من جيش سوريا المستقبلي كما جيوش العالم التي تدافع عن حرمة وسيادة أراضي دولها، لا أن تكون جزء من أداة النظام أيا كان النظام الحاكم سواء السوري أو غير السوري، جزء من أداة القمع والسيطرة بمساعدة الأجهزة الأمنية سيئة الصيت والتي ازداد ممارساتها إجراما خلال السنوات أو العقد المنصرم أو السنوات الاثني عشر المنصرم. طيب السيد نواف، يعني الجنرال مظلوم عبد إذا قال بأنه في علاقات مع الحكومة السورية وأن قسد تسعى إلى تطويرها، ولكن الحكومة السورية غير مستعدة للحل وغير مستعدة للحوار والتفاوض مع قسد، كل ذلك يجري بفورة من قبل الدول العربية وعلاقات التطبيع مع دمشق، كيف ستؤثر هذه العلاقات على مستقبل قسد وكيف من الممكن أن يكون تطوير علاقة قسد مع الحكومة السورية في ظل الفورة العربية تجاه دمشق؟ مسألة العلاقة طبعا كما قلت النظام يعني كما نتابع يظهر الأمر وأنه انتصار على قوى المؤامرة الكونية التي حاربت النظام وهو نجح في الانتصار عليه. ما يجري أيضا يعني حول ما قاله الجنرال مظلوم عبدي في التواصل أو الحوار، يعني نعم هناك علاقة، يعني كيف يمكن أن تكون في نفس الجغرافيا وأن لا تكون هناك علاقات، يعني سواء الأمور الخدمية أو الإدارية هذه المنطقة، يعني ليس في برنامجها الانفصال عن سوريا، هناك ملايين الناس التي تعيش وهناك ما يدخل إلى مناطق نظام وما يأتي من مناطق نظام، هناك الطلبة وغيرهم. الأمر الآخر يعني نتحدث بوضوح، يعني من يتحدث الآن عن المعارضة؟ النظام لا يزال ممثلا في الأمم المتحدة، النظام حتى قنصلية النظام لم تغلق يوما واحدا في تركيا التي قالت مرارا وتكرارا أنهم يسعون لإسقاط النظام في تركيا، يعني ربما البعض لا يعرف في إسطنبول هناك قنصلية مفتوحة منذ بداية الأحداث وحتى الآن. العلاقة تسارعت لكن هناك جهة أخرى أيضا هي الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية يقولون بوضوح وصراحة يعني نسعى لمعاقبة النظام وأيضا يعني لسنا مع التطبيع، هذه أيضا يمكن الاستفادة منها في مواجهة حالة الانتشاء أو الفرح الذي يجتاح النظام وأنصاره. الصورة لا تزال غير واضحة يعني باعتقادي من متابعتي، لأن الوضع الداخلي في سوريا يعني هناك قوى دولية مثل روسيا، قوى إقليمية مثل تركيا التي تحتل الأراضي السورية بثمانية أضعاف من جولان المحتل، هناك إيران التي لها تأثير كبير في الحالة السورية، وأيضا هناك التحالف الدولي الذي تقود الولايات المتحدة السورية، وعليه إذا لم يكن هناك توافق دولي هذه المسألة لن تتم ولن تكون هناك تسوية وستظل الأوضاع على ما هي عليه. لكن أيضا أقول وأكرر يعني ضرورة توجيه الرسائل الدائمة للرأي العام في العالم العربي في للسوريين عموما كي يكونوا بصورة، لأن آلة النظام لا تتوقف عن كيل الاتهامات لقوات سوريا الديمقراطية فيما يتعلق بالعلاقة بالتحالف الدولي أو بالانفصال وهي كذبة سمجة وكذبة كبيرة. أيضا قوات سوريا الديمقراطية كما يقول العالم هم مدينين لقوات سوريا الديمقراطية، يجب أن يشعر كل سوري بالفخر ويقدم الشكر لهذه القوات التي حققت يعني نجاحات كبيرة مقابل تضحيات عظيمة قدمتها هذه القوات والحاضنة الاجتماعية التي يعني لم تتردد يوما في تقديم كل ما يمكن تقديمه لاستمرار المعركة التي انتهت بنجاح عظيم في الباغوز، لكن الحرب لا تزال على داعش مستمرة ولا تزال هذه القوات تقدم الكثير من القرابين سواء في مواجهة الدواعش الذين دخلوا من تركيا أو في مواجهة دولة الاحتلال التركي التي كان أحد ضحاياها أمس في ساعات الفجر الأولى.
أشكرك جزيل الشكر على كل هذه القراءة التي تفضلت بها من بوخم، نواف خليل رئيس المركز الكردي للدراسات، شكرا جزيلا لك من جديد. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة ما تبقى من حديث.